السلام عليكم. وصل البارحة رئيس عبد المجيد تبون إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك عنده عدة لقاءات في أثناء هذه الزيارة مع عدة أطراف أوروبية وأمريكية، ومع كذلك نظرائه من مجموعة البيكس، وكذلك فيه دراسة للوضع يعني الإقليمي في على مستوى شمال إفريقيا، وكذلك قضية فلسطينية وقضية الصحراء الغربية. إذن كل هذه المواضيع سوف يتطرق إليها رئيس عبد المجيد تبون في خطابه في منظمة الأمم المتحدة، وكذلك مع نظرائه في اللقاءات الثنائية. إذن هذا كما كنت أتوقعه، فالرئيس عبد المجيد تبون يذهب، كان قادر يعني يبعث وزير خارجية أو يبعث وزير أول، لكن فضل أن يذهب هو بنفسه، وهذا ليؤكد للمغرضين بأن سياسة الجزائر هي سياسة متوازنة وحكيمة وذكية. نترككم تتابعون تفاصيل هذه يعني وصول رئيس عبد المجيد تبون إلى نيويورك البارحة في الليل. إذن والسلام عليكم. وصل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أشغال الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.